يعطيكم العافية جميعا. اليوم جاييكم بشي ضخم كتير، ومثل ما بتعرفوا انا ما بحب جيب شي وما شارككم فيه. انتو لازم تكونوا موجودين معي وين ما كان وشارككم بكل شي بعمله. بقى يا شباب، اليوم جيناكم بالباريتا A400 Extreme Plus، يلي هي مدفع شرعي ويلي هي صراحة برودة عن جد. مدفع جاهزين؟ جاهزين؟ إيف. يعني يا شباب، عم نحكي نحن هون A400 Extreme Plus يلي هي برودة مدفع. حط هيدي هون، حط هيدي هون. يا الله على الانبوكسنج، احلى شيء عند الانبوكسنج بالعالم. تفضلي تفضلي، شوفولي شوفولي من ابوز، شوفولي شباب. الاي 400 اكستريم بلس بيجي فيها هي شوكه ظاهر لبرا، هي هيك بتجي. اوكي، شوفوا شوفوا التفاصيل، شوفوا المجراية، شوفوا الرب قد ايه عالي. هيدي باروده مدفع شرعيه. اف شوفي معي، قربي لعندي بليز، اسمع الطرب، تنركب البوس. يا هون اذا بتريدي شوفوا شو هالسيستم. طلعت المدفع بده يركب. قربي لعندي اذا بتريدي. عم تسمع الاصوات انت؟ قربي لعندي، قربي لعندي. بلش النغم. بكل بساطة، تفضلي تفضلي اللي عندي. سوري عم نهلكي. ضن ركبي، شوفوا لي هالبارود المدفع. تفضل تفضل. لوك، بس لوك لوك على الهدف. شوفوا النتاش، تفضلي تذكرة البارودة. هذا النتاشة بيجي طويل. اوكي، هذه تذكرة البارودة. طرب طرب على الحل. ما بقى شيء غير انه نطلع ونجربها وطلعوا معنا. قبل ما نطلع على التجربة، نسينا نقلكن انه بيجي معها 1 2 3 4 5 شوكات، يلي هن 1 و2 و3 و4 و5. اوكي، وهي بيجي شوكة ظاهر 2 سنتي. هيدي البارودة 76 جبناها، ومدفع شرعي. بدنا نشوف الفعالية، رح نحط نحن اكيد على طول نحن شوك واحد، يا بتقطش يا ما بتصيب، صيب بتجيب. اذا قدها تحدى لقونا على التجربة. مثل ما بتعرفوا يا شباب، هلا نحن طالعين على التجربة، تجربة المدفع A400 Extreme Plus. اكيد رح تكون الحشوة جاست فاير، هذا شيء طبيعي. اوف، حاسس في فخامة، حاسس انا بفخامة رح تطلع. يا باطل، هاي بس تنزل على الارض بحس رح يكون في صمت تام. انا هيك بعتقد. تفضل. ايك، شو رايك بها ولا باللي قبل؟ اي وحده لكسي، اي وحده، اي وحده. يلا هونيك. اول خرطوشه
تاني خرطوشة، ثالث خرطوشة، الله نعومة الجاست فاير، الرابعة، خامسة، لا هلا صرنا بدنا ننتش. اوف اسمع قرب لهون، يا باطل عقبل يشتغل الشغل. بير كبير. كم تنصص؟ علبت 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 اكسي. هاي هاي وف صراحة أول ضرب فيها أول عصفور. هذا هو هذا هو طلبي صراحة، ها أمنيتي كانت. بعد كم إصابة دقيقين على ذوق ذوقكم صار فينا نشرب كبات النسكافيه على الرايق. تشيرز. أوز ما في داعي ما في داعي ما في داعي صراحة من بعد ما شفته كومبينيشن A400 Extreme Plus مع خرطوشة جاست فاير، صراحة انتوا قولوا لي بالكومنت شو رأيكم. تفضل. وهيك بنكون فرجيناكم الاكستريم بلس بيريتا A400 بارودة مدفع مثل ما قلت لكم بأول فيديو، وكل الوقت عم بقول لكم مدفع لأنه بكل معنى الكلمة ما في شيء بعيد عليها ولا أي شيء بعيد عليها. لايك كومنت شيروا الفيديو سبسكرايب، أهم شيء سبسكرايب، تيروا علو بالفضل.